بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن المنافقين عليهم لعائن الله إنهم إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، أي صدوا وأعرضوا عما قيل لهم استكبارا عن ذلك واحتقارا لما قيل لهم. ولهذا قال: ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. ثم جازاهم على ذلك فقال: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. كما قال في سورة براءة. وقد تقدم الكلام على ذلك وإيراد الأحاديث المروية هنالك. وقال ابن أبي حاتم بسنده عن سفيان: لووا رؤوسهم. قال ابن أبي عمر: حول سفيان وجهه على يمينه ونظر بعينيه شزرا ثم قال: هم هذا. وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل في عبد الله بن أبي بن سلول، كما سنورده قريبا إن شاء الله تعالى، وبه الثقة وعليه التكلان. وقال محمد بن إسحاق في السيرة: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني ورجعه من أحد، كان عبد الله بن أبي بن سلول كما حدثني ابن شهاب الزهري، كان عبد الله بن أبي بن سلول كما حدثني ابن شهاب الزهري له وقار يقومه كل جمعة لا ينكر، شرفا له من نفسه ومن قومه، وكان فيهم شريفا. إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب الناس قام فقال: أيها الناس، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، أكرمكم الله به وأعزكم به، فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا. ثم يجلس. حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع، يعني مرجعه بثلث الجيش ورجع الناس، قام يفعل ذلك كما كان يفعله، فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا: اجلس أي عدو الله، لست لذلك بأهل، وقد صنعت ما صنعت. فخرج تخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بجرا أن كنت أشد أمره. البجر يعني كلام غير جيد، يعني
يعني أمن أجل أني قمت أشد أمره وقلتم ذلك؟ فلقياه رجال من الأنصار بباب المسجد فقالوا ويلك ما لك؟ قال قمت أشد أمره وأشدد أمره فأتب علي رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونني لكأنما قلت بجرى أن قمت أشدد أمره. قال ويلك استغفر ارجع يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والله ما أبتغي أن يستغفر لي. وقال قتادة والسدي أنزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي وذلك أن غلاما من قرابته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه بحديث عنه وأمر شديد فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يحلف بالله ويتبرأ من ذلك وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعذموه عذموه يعني عنفوه أو نحو ذلك وأنزل الله فيه ما تسمعون. وقيل لعدو الله لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينوي رأسه أي لست فاعلا. روى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي فيه. فلما كانت غزوة تبوك بلغه أن عبد الله بن أبي ابن سلول قال ليخرجن الأعز منها الأدل فارتحل قبل أن ينزل آخر النهار. وقيل لعبد الله بن أبي إيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستغفر لك. أنزل الله عز وجل إذا جاءك المنافقون إلى قوله وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. قال هذا إسناد صحيح إلى سعيد بن جبير. وقول إن ذلك كان في غزوة تبوك فيه نظر بل ليس بجيد. فإن عبد الله بن أبي بن سلول لم يكن ممن خرج في غزوة تبوك بل رجع بطائفة من الجيش إنما المشهور عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك كان في غزوة المريسية وهي غزوة بني المصطلق. قال يونس ابن بكير عن ابن إسحاق سنده قال حدثني محمد بن يحيى بن حيان ابن حبان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر ابن قتادة في قصة بني المصطلق. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم هناك اقتتل على الماء جهجاه ابن سعيد الغفاري وكان أجيرا لعمر بن الخطاب وسنان ابن وبر. قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن يحيى بن حبان قال ازدحم على الماء فاقتتلا. فقال سنان يا معشر الأنصار. وقال الجهجاه يا معشر المهاجرين. وزيد بن أرقم نفر من الأنصار عند عبد الله بن أبي بن سلول فلما سمعها قال قد ساورونا في بلادنا والله ما مثلنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل سمن كلبك يأكلك.
والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على ما عنده من قومه وقال: هذا ما صنعتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها. فسمعها زيد وأرقم فذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو غليم، هو زيد وأرقم غليم، وعنده عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فأخبره الخبر. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، مر عباد بن بشر فليضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا تحدث الناس يا عمر أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن نادي يا عمر في الرحيل. فلما بلغ عبد الله بن أبي أن ذلك قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه فاعتذر إليه وحلف بالله ما قال عليه زيد بن أرقم. وكان عند قومه بمكان، فقالوا: يا رسول الله، عسى أن يكون هذا الغلام قد أوهم ولم يثبت ما قال الرجل. وراح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا في ساعة كان لا يروح فيها، يعني ركب رحل في وقت الهجرة شدة الحر قبل الزوال، في ساعة لم يكن يروح فيها. فلقيه أسيد بن الحضير فسلم عليه بتحية النبوة، ثم قال: والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي؟ زعم أنه إذا قدم المدينة سيخرج الأعز منها الأذل. قال: فأنت رسول الله العزيز وهو الذليل. ثم قال: يا رسول الله، أرفق به، فوالله لقد جاء الله بك، وإنا لننظم له الخرز لنتوجه، فإنه ليرى أن قد استلبته ملكا. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس حتى أمسوا، وليلته حتى أصبحوا، وصدر يومه حتى اشتد الضحى. ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث، فلم يأمن الناس أن وجدوا مس الأرض فناموا، ونزلت سورة المنافقين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله.